بعد تداول فيديو بعنوان من المسافة صفر لأحد أفراد كتائب القسام وهو يضع عبوة ناسفة على ظهر دبابة إسرائيلية، باتت دبابات المركافة الإسرائيلية في دائرة الضوء وسط تساؤلات عن مدى قدرتها على مواجهة تحديات التوغل البري في غزة. فما قدرات المركافة الإسرائيلية؟ بدأ تطويرها عام 1970 تحت إشراف اللواء إسرائيل تال، وانضمت إلى الجيش الإسرائيلي عام 1979، ثم أدخلت عليها تحسينات جديدة، فالنسخة الرابعة منها تتضمن برجاً جديداً معاد تصميمه، ودرعاً تفاعلياً متفجراً، ودرعاً سلبياً معيارياً لإصلاح أضرار المعركة بشكل أسرع، كما أنها مزودة بمدفع رئيسي أعيار 120 ملمتراً مع 58 قذيفة، بما في ذلك صاروخ لاهات الموجه المضاد للدبابات، ولديها محرك بقوة 1500 حصان، مما يجعل الدبابة أسرع، وذلك بحسب صحيفة The National Interest الأمريكية.